يبغونها للهو واللعب، أيا حرة أرادوا جعلها أمة غريبة الدار غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ في فرق شاسع ما بين اللي بتاخد القدوة بتاعتها نساء المؤمنين، نساء الصحابة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتتخذ من الدستور بتاعها قرآن وآيات وقيم وأخلاق ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين اللي بيقول الحضارة الموضة التحضر الحرية المزعومة بالتحرر اللي بنشوفه للأسف، أنا بسميه تدني في الأخلاق، هنتحاسب عليه كلنا، فلازم كل واحد يأدي رسالته. أنا معاك في حلقة لازم أقول قال الله قال الرسول، دي رسالتي، ما بتمش علم. حضرتك مسؤولة في برنامجك أن أنت تكون أنت توجهي الرسائل اللي حضرتك بتقوليها دي، ربنا يجازيك عنها خير، لكل المجتمع عشان تبقي اديتي الدور بتاعك. هو دوت انا يبقى ماليش لازمه وشغلي دوت لن اجر عليه، وانا داخله من باب الاستوديو بقول اللهم لا ريا ولا سمعه خالصه وجهك الكريم، فان شاء الله تكون في ميزان حسناتنا. وانا بحب كل يوم ان احنا نوصل رساله من خلال احلى حياه عشان نظبط الحياه وناخد احلى حياه، بس ناخد معانا دينا رجعت معانا وسبتها شويه على التليفون. السلام عليكم يا دينا. وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك؟ تمام يا قلبي، اتفضلي. معلش انا اسفه، كان عندي مشكله كنت محتاجه تدخل بس الدعايه فيها. هو صلح بين عائلتين وكان اب نفسه يشوف بنته، هو ممنوع عنها بقاله سنه، فهل ينفع ان انا اتواصل معي؟ مع دكتور محمود؟ أيوة. طبعا طبعا، وحضرتك لو تسمحي استاذه امل تدي استاذه دينا الرقم بتاع دكتور محمود في الكنترول بعد اذنك. طبعا يا دكتور. اموري حاضر يعني ان شاء الله. يا رب ربنا يجعل في ميزان حسناتك اصلاح ذات البين. زي ما حضرتك تفضلت وكنا بنتكلم، اما الاقي رجل طاعن في السن ويعني خلاص على اعتاب الاخره وذو مكانه مرموقه جدا وعلى قدر من العلم، وبيمشي وزوجته بالظبط يعني عاريه، يعني تعتبر عاريه تماما. هذا الرجل بقى تربيته لبنته هتكون لا تختلف عن معاملته لزوجته، وبالتالي القيمه دي مفتقده في البيت، والبنت دي لما تربي ولادها تربيها على اللي تربي دي بيتهم. فاذا فانحطاط الاخلاق بيتورث وبينتشر، فاحنا عايزين نحجمه، عايزين نقول كلمه نقوص خطر لكل رجل يعني شايف مراتك سافره ولا كده، وحابب قوي انك انت تفتخر بيها زي ما تفضل الدكتور. بس معلش استاذن ناخد محمد من الاهليه، كنت عايزه هذه النقطه يعني بالنسبه لي مهمه. معانا محمد، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام يا استاذه. اهلا وسهلا. والله الكلام اللي الاستاذ بيقوله ده كلام مظبوط فعلا، وهو ده اللي شجعنا ان انا اتصل بالحلقه. طبعا كل راعي مسؤول عن رعيته، وهو اللي هيتحاسب عليها يوم القيامه، ان كانت بنت لسه ما زالت قاعده في بيت ابوها او كانت زوجه قاعده في طبعا في على ذمه جوزها. فانا شايف في ظاهره يعني طالعه من زمان، مش من السنه دي ولا من السنين، يعني ان هي موضه ان الراجل يخلي مراته تتزين بشكل غير طبيعي وهي خارجه. فطبعا اول من هياخد الذنب مش اللي عاكسها او اللي بصلها ولا هي اللي مسؤوله منه. فانا مش عارف، انا بستغرب يعني ده راجل ازاي يعني، او كتب ازاي يبقى راجل ان هو يخلي مراته تتزين بالشكل ده؟ فري ده فري ده ستايل، ده راجل فري وستايل. ما هي دي المشكله بقى، نيجي نتكلم ده انت مش متحضر، ده انت انسان ما انتش واثق في مراتك، راجعي ده انت انسان مش عندكش شخصيه. ده واجي مثلا لو هو صاحبي اجي اكلمه، ايه يا عم في ايه، وحد يقدر يبص لها بصه مش عارف ايه؟ طب انت ليه؟ طب بيتبص لها والله، بيتبص لها وبتتعاكس وبتتحرش بيها وفي كمان ظاهره بقى، معلش يا استاذه، اتفضل. واحد يدخل اصحابه البيت ومع الاسف الشديد كمان يكونوا مثلا ايه صحبه غير اللائقه، مثلا بتشرب حاجات مش كويس، والست بتاعته هي اللي تخدم عليها، نيجي نتكلم معاه يا ابني كده غلط، انا واثق من نفسي واثق من مراتي، يا ابني طب ما بيحصل جرائم بعد كده يا ابني، وبيحصل دي ناس مغيبه لا يؤاخذوا على تصرفاتهم لانه طبعا تحت يعني تاثير حاجه. انا مش عارف ده راجل ده ولا ارتزقه وافيه، والله حسبي الله ونعم الوكيل وربنا يهدي والله. يا رب نسال الله الهدايه لكل من كان. شكرا استاذ محمد، بيقول لك مش عارف ان كان راجل ولا ارتزقه وافيه، ايه رايك يا شيخنا؟ والله ارتزقه وافيه ولا راجل؟ بصي يا استاذه ميار.